في قناة معينة في تلفزيون معين جاني 3 مليون، كان شو على علا وغيره. أوكي. كان بروباغندا إعلامية، ما أعطوا ولا أحد ولا ريال. يا راجل. تفهم الكلام بصراحة، ما أعطوا ولا أحد ولا ريال. معلومات خطيرة هذه. اليوم حنسوي حلقة كشكشها عن طريق السوشيال ميديا، وحنسوي لقاء مع شخص مشهور أو مؤثر في السوشيال ميديا، وبعضهم يقولوا عليه مهندس، بعضهم يقولوا عليه شيف. ليش؟ لأنه استغل السوشيال ميديا وفتح مخبزه الخاص وأبدع فيه، المشاريع حقته نجحت 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 ثم تهاوت كلها، والآن رجع تاني يبي يكشكشها عن طريق مشاريعه وشهرته. في حلقة اليوم حنعرف كيف تقدر تكون مشهور وكيف تقدر تستغل شهرتك وتفتح بزنسك الخاص، كل هذا مع علاء عنبر. خلونا نشوف كيف. أول سؤال، هل أنا أقدر أكشكشها؟ هل أقدر يكون عندي كاش عن طريق السوشيال ميديا، ولا لازم أفتح شيء جنبه زي ما أنت كده مسوي تقريبا؟ تكشكش عن طريق السوشيال ميديا أكيد. أكيد. بأمانة. بس طبعا ليس بمبالغة، زي مثلا لما بدأنا الضجة الإعلامية في بداية رمضان لما نتكلم واحد من مشاهير السوشيال ميديا قال أدخل 45 مليون، لا. مش للدرجات دي. لا لا. مستحيل. مستحيل. ليش طيب؟ يعني إعلان أنت لا. تعال خذها كده بالأرقام. طيب رياضيات، كم إعلانك؟ 50,000؟ أيوه. 60,000؟ حلو. طيب 60,000 عندك 3 إعلانات في اليوم؟ مثلا هذا لو أنت مرة لو يعني. مرة ضارب. حلو. كل يوم؟ مثلا عندك نقول 5 أيام في الأسبوع، إعلانك ب 50,000 أقسمه على 45 مليون وشوف كم مطلوب منك. ما حيوصل والله. صحيح. طب في أحد ياخذ أكثر من 50,000؟ اللي ما يبغى يعلن عند أحد، يعني مثلا زي يزيد الراشحي قال لك إعلاني ب 999,000. ما يبغى أحد يعلن عنده. وفعلا في ناس بيجي يعلن. لا ولا قيد أحد أعلن عنده يزيد الراشحي. أوف. هو لما قالها كأنه بيقول أنا ما أبغى أعلن لأحد، أو أنا مو في حاجة إن أنا أعلن لأحد. فجابها بدي الطريقة. طيب مين أعلى واحد تقريبا، أو إيش أعلى رقم يعني بندفع في الإعلانات هذه حقت السوشيال ميديا؟ كجدة اليوم نتكلم أسامة داود. حلو. الرياض عندك منصور الرقيب، عبد الرحمن المطيري، هم أعلى. أمريكا هند القحطاني. اوكي. هي هذول اعلى اسعار. طب مودر روز وكذا؟ مودر روز صح من الاسعار العاليه. يعني تكلم على ارقام كم تقريبا؟ عندك في جده ملكه كابلي. اوكي. من الارقام العاليه اللي اعلانها من 30 ل 50,000. 30 ل 50,000 هذا يعتبر من الارقام العاليه. طبعا. يعني احنا نتكلم عن اعلى شيء تقريبا 50,000. اي. 50,000 لو 3 ايام فعلا مستحيل 45 مليون. مستحيل. شفت. ما تيجي. طيب خليني اسالك سؤال بعيد شويه. هل أرباح المحل المخبز تبعك هذا، هل أرباحه زادت عشان شهرتك؟ طبعا. اليوم أنت أداة الإعلان في يدك. اليوم شركة المشروبات الغازية، أنت بتشتري المشروب الغازي بريالين ونص، وإعلاناته السنوية بتكلف الشركة مليار. بدون إعلانات في عصر السوشيال ميديا وتزاحم التجار في السوق ما راح تقدر تمشي منتج. طيب خلينا نفرض يعني أنا أبغى أفتح مخبز، ايش راس المال اللي احتاجه تقريبا؟ على حسب المساحه والمنتجات. يعني افريج كذا قول لي لمكان متوسط في المنتجات. المخبز اللي احنا فيه 400 متر، تكاليفه الى الان الدفتريه 2,800,000 تقريبا. اوكي، انت بتتكلم عن مخبزك انت. هذا المخبز اللي احنا فيه 2 مليون. كلفك تقريبا 2 مليون تكلفه، تتكلم من اي تو زي، من يعني من الف لياء، من تشغيل، من اقامات، من اوبريشن، من معدات، اي تو زي 2,800,000. وانت سويت له سبورت عن طريق السوشيال ميديا يعني طبعًا. يعني لو كان لوحده افرد العجينه. ايوه. طيب. طبعا عملنا له سبورت عن طريق السوشيال ميديا. يعني طب دقيقه، احنا نفرد ايش؟ طيب دحين حنفرد الكروسون. أيوة. عشان لا تسيح علينا الزبده. خلاص يعني احنا دحين شغالين شيف ناصر نسوي كروسون. ايه بنعمل الكروسون، بنعمل عمليه الانيميشن. الله الله. وبندخل الزبده داخل الكروسون. فاليوم بدون دعايه ما تقدر تمشي ولا منتج. لكن الخطأ فين؟ ايوه الخطأ انه بعض الشركات يجيك يقول لك والله انا لو اعلنت عند المشهور الفلاني ب 50,000 هو عصا موسى. غلط. يعني أيوة. مثلا يقول لك والله انا حروح لهند القحطاني تعلن لي ب 50,000 وبعدها حكسر الدنيا، هذا كلام خطأ. ما تيجي كذا. طب مقارنة، خليني اقول لك شيء. يعني في ناس يروح مثلا جوجل ادز، تعرف كيف جوجل ادز يعني؟ نجي أيوة نسوي اللي هي الاعلانات المدفوعة. الاعلانات المدفوعة اللي هو ندفع لجوجل ويسووا لنا، صح؟ صحيح. ايش احسن، اروح لجوجل اد ولا اجيب احد المشاهير يسوي لي؟ قليل مستمر خير من كثير منقطع. وصلت؟ بمعنى اليوم انا أيوة. اعلن
بطريقة مستمرة دائمة ولا أعلن أكس. ولا أعمل كامباوند إعلاني مع هند القحطاني أدفع فيه 50,000 وبعدها أوقف أهش دبان. اليوم البراند حقي يحتاج تذكير، يحتاج ريمايندر طول الوقت، يحتاج أن أنا أذكر الناس بي أني موجود في السوق طول الوقت. اليوم كم محل برجر في السوق؟ عد واغلط. كم محل شاورما في السوق؟ عد واغلط. كم محل قهوة؟ كم محل قهوة في السوق؟ كثير. ما حتسوي حركة البيتزا كثير جدا. لا هذيك اللي كده اليوم كثير جدا. طب في سؤال مهم لازم تسألني هو صراحة. قل لي ليه بتقعد تخبز بدون جلبس؟ مو هذا انا لسه كنت مستني بس اخلص عشان اسالك السؤال. طيب هذا حرد يعني انا عليك بسؤال. عمرك شفت فك اليوتيوب اتفرج على الخبازين الهولنديين الفرنسيين عمرك شفت احد بجلبس؟ ولا حتشوف. ايش معنى يعني ايش الحكم؟ لانه جلبس انظف صحيا في المخبوزات انك تخبز من غير جلبس. كيف صحيا؟ اليوم الجلوفز لو انا استخدمته بكتيريا ما بكتيريا وشيء. طيب هذا لسه حيدخل على درجه حراره 170 مئويه. جميل. اي بكتيريا كم بكتيريا في اليد؟ وطبعا انا غسلت يدي مرتين. خلينا نقول ملايين ما تفرق. اي بكتيريا اللي حتعيش على درجه حراره 170؟ دقيقه بس عشان نرجع للسؤال. بس انت الحين حطيت الزبده. ايوه عملنا طبعا الكرسون ياخذ اربع مراحل. اول شيء مرحله تبيت الزبده فيه. تمام. بعدين حنعمل له الحركة الثانية اللي هي الإليميشن. حلو. الإليميشن اللي هو تداخل البيتزا الزبدة مع العجين. تداخل اللي هي البقلاوة التركية طبعا يعني. طبعا مين خلينا كده معلومة عامة، مين اخترع الكروسون؟ أكيد فرنسي، واحد فرنسي. لا، كروسون بلجيك. ومين طوره؟ الفرنسيين. ومين وصلوا بهذا الشكل اللي هو التداخل؟ مين تتوقع؟ أتقول العرب. الأتراك. لا يا شيخ. اي والله والله يعني مراحله اتعدت في جميع يعني في جميع الدول تقريبا. جميع الدول بلجيكا فرنسا انتهى بهذا الشكل. اليوم مين الناس المتخصصين في ادخال الـ 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 الزبده او الدهنه في العجين؟ الاتراك. يعني دحين انت بتقول لي الاتراك احسن من الفرنسيين في الكروسون؟ الاتراك احسن من الفرنسيين في عندهم مطبخ واسع. الاتراك تقدر تنكر؟ لا. اليوم الموروث العثماني الثقافي هو اعلى مطبخ موجود. بس معلش يعني احنا دائما نقول لما نجي نقول ايش نطلع فرنسا ناكل كرواسون، يعني معروف الكرواسون فرنسا زي مثلا البيتزا ايطاليا. طيب على طاري فرنسا، ايه اليوم انت حتاكل عندي كرواسون افضل من بلجيكا وافضل من فرنسا بشهاده البلجيك والفرنسيين. جات هنا عندي لجنه وقالوا لي انك انت تفوقت، انت كعلاء عنبر كخباز اتفوقت على خبازين بلجيكيين موجودين في شوف في المثل يقول لك المويه تكذب الغطاء. يا سلام. احنا حنجرب وبعدين المشاهدين. انا انبسط لو جاني احد قال لي المادح نفسه كذاب اقول له حلو تعال كل. لا لا حنجرب إيه؟ والمشاهدين يجوا مو يكذب غطاس على طول. انا ما حامدح خلاص. تبغى تعال جرب بنفسك. وهو تحدى قال لك احسن من فرنسا. نشوف. حقيقي اليوم في كوادر سعوديه بتقدم منتج يبيض الوجه اكثر من فرنسا واكثر من الاوروبيين. احنا عندنا عقده الاجنبي او عقده سوري الخواجه، لكن صدقني اليوم في مو على عنبر، في شفات سعوديين كثير. ايوه ممكن يطلعوا من السعوديه يبهروا العالم. ولا شيف محمد في عندك امثله؟ في احد تعرفه يعني اليوم كسعوديين عندك؟ باعشن اللي في قلبك يقول في قلبك البني ادم ده شيف. عندك شيف خلود عولقي شيف. في شفات سعوديين انا ما اقتنع فيهم بيطلعوا في السوشيال ميديا مشهورين. يعني ايش رايك من اللي مشهور مره؟ تفضل يا شيف. اللي يسوي لحم واشياء عرفته ايش اسمه؟ ما نبغى نذكر اسماء بالسلب. انا ابغى اذكر ناس بالايجاب. فانا اللي بالايجاب ذكرت لك هم، اما الباقيين فقير. طيب انا حسألك سؤال يعني اكيد الجمهور بيفكر فيه دحين. ايش المشاريع اللي فتحتها على السكه وقفلت وليش قفلت؟ كان له اسباب. اول شيء سياسه الون مان شو خاطئه. تمام. يعني انت من الناس اللي بتنصح الناس تقول لهم يا جماعه لا تخلي الاعتماد كله عليكم. يس انا كان الاعتماد كله علي. واحد اثنين اختار التيم حقك بشكل كويس. طب دقيقه الاعتماد كله عليك ايش المشكله؟ طب يعني ديرها كويس. طيب ما في مشكله. مو انا ديرتها كويس وكانت كانت بتعمل ارقام مقابل الناس اللي بتهايط في السوشيال ميديا كانت ارقامها جدا عاليه. وانت جاك انفسترز كمان صح في الموضوع ده؟ وريته ما جاء. لا يا شيخ. مو انت فاكر جو يعني الناس كلهم في السوشيال ميديا وعلاء كسب مدري ايش وجو له انفسترز ودخلوا لا لا الانفسترز اللي جو على قناه اعلاميه ما جو، كان الموضوع شو بس.
في قناة معينة في تلفزيون معين جاني 3 مليون، كان شو على علاء وغيره. أوكي. كان بروباغندا إعلامية، ما أعطوا ولا أحد ولا ريال يا راجل. سبحان الكرم، بصراحة ما أعطوا ولا أحد ولا ريال. معلومات خطيرة هذه، معلومات خطيرة. لما جينا نتكلم مع المستثمرين اكتشفنا أنه الموضوع كان تصريف في تصريف، وبدأوا يعقدوا المواضيع. ولا روح قابل السكرتير، ولما يشوف السكرتير قل له جايك من طرف مدري مين، والسكرتير يقول لك طب أعطيني أدوك. إحنا اليوم خلاص بيننا استثمار، انتهى الموضوع. ما ترسلني على فلان وفلان يحولني على فلان، أنا ماني جاي أبغى سلفة. وفي النهاية قل لك خلاص ما نبغى؟ لا، في النهاية طفشك. بكرة بعد بكرة بعد بعد بكرة تطفيش، تعرف التصريف؟ تصريف. طب بس جاك بعدها مستثمر غيره. جوني وياريتهم ما جوني. ليش؟ في فترة من الفترات أنا تم إيقافي، وهذه من الأشياء اللي خسرتني المحلات. طيب تم إيقافك هل بسبب، لأن لسه إحنا هنتكلم في موضوع ثاني، لكن تم إيقافك هل بسبب شيء مشكلة في المشروع؟ يعني لا، ما له علاقة. لا تمام، يعني ما الأكل ما له علاقة في الموضوع. لا 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 لا، ما له علاقة بالأكل أبدا. أي علاقة. تمام. طيب نرجع للموضوع هذا، حكاية إيقافك. إيش رأيك فيه؟ ما لا، لازم الجمهور اليوم لازم يسمع. إيش التجربة حقت السجن هذه؟ السجن من أعظم المدارس على وجه الأرض اللي ما أتمنى لا أنا ولا غيري ولا العدو يدخله أو يجرب هذه المدرسة. أوكي. ما أتمنى أحد يدخل هذه المدرسة. تعلمك كثير، وما تخرج من جوتك بسرعة. قديش جلست في الفترة هذه، فترة السجن؟ 4 شهور. 4 شهور. ومع ذلك تعلمت. طبعا كانت متقطعة، يعني 4 شهور هذه هينة في ناس بالسنين. لا تقول هينة، لأنه الساعة اليوم خليني أحطك هنا وأشيل منك الساعة والجوال النت. فقدان الوقت يخليك تهلوس، فقدان الزمن ترى من أعظم النعم على الإنسان. الساعة هاي. طب أطول مدة في السجن ما هي متقطعة، أطول مدة كنت جالسها جوا؟ 3 أشهر. 3 أشهر. 90 يوم. يس يس. حكاية يس. السجن هذه يس. اليوم السجن في كل أحواله إصلاح. السجن إصلاح ورب يعني نعمة. اليوم أنت كل شيء يحصل للبني آدم هو نعمة. والرضا بما قسمه الله لك نعمة. والسجن يعلمك الصبر. مشكلة ما بعد السجن، أنا مدرسة أفتخر فيها، لكن المشكلة اللي ما بعد السجن المجتمع. يعني السجن علمك كثير، بس المشكلة المجتمع بعد كده نظرته. السجن يؤدب أي أحد ويعلم أي أحد. يبوي طب بس كيف يعني؟ أنت بتقول لي نظرة المجتمع، ما شاء الله عليك طلعت من السجن فتحت لك محل، يعني هذا سؤالي أصلا لك، ما شاء الله كيف الظروف هذه كلها سارت؟ مو هو ليش كشكشة؟ كيف الظروف هذه كلها سارت؟ قفلت المحلات وخارج من السجن وكل هذا، ومع الظروف دي كلها طيب ما شاء الله فتحت. أديك يعني حاجة حصرية. ايه. ما قد قلتها في السوشيال ميديا ولا كنت أنوي أقولها. خد المصيبة.